السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت خواتاتي كي دايرين بخير هنين. كراكم مزيانين نتمنى لكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تما هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم عصير اقتصادي جدا فقط بجوج ديال المكونات كيجي منعش خاطر لذيذ فغادي نال اعجابكم ان شاء الله الا فقبل ما نبدأ الفيديو ديالنا اخواتي كيفما العدم من الصلاه على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما اخواتي من لي لايك اون تاع الزوينه المحفزه على الفيديو ندوز الطريقه والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركه الله عندي هنا كميه من البطيخ او البطيخ كل منطقه واش كتسميه بالنسبه للبطيخ اللي كيخرج لكم باسل يعني محلوش هذه هي الطريقه اللي ديروا له ما تضيعوش البطيخه ديالكم فخديت هنا نص ديال البطيخه المهم خرجت ليها كنقصه في الحلاوه خديت النص ديالها نقيتها حيدت لها العلفه ومن بعد قطعتها طريفات او مربعات بهذا الشكل هذا يعني كنقيوها مليح من بعد هنا نأخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنوضع في داك البطيخ من بعد ما نقيته بطبيعه الحال كما قلت لكم ديال البطيخه وكنوضعو كنوضعو في الكاس ديال الخلاط الكهربائي بطبيعه الحال يمكن لكم تستعملوا اي خلاط عندكم من بعد كنوضع تقريبا واحد ربعه ديال المعالق ديال سكر سنيده او سكر حبيبات المهم كان عندي كاس قلاروت وطبيعة الحال ما درتوش كله كيف ما كتلاحظوا تقريبا هكا واحد ربعه ديال المعالق المهم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد كاين اللي كتعجبو الحلاوه بزاف وكاين طبيعة الحال ما عندوش مع الحلاوه بزاف المهم الحلاوه عينيكم ميزانكم من بعد السر ديال هذا العصير هذا هو واحد العلبه ديال الريبي جميله اللي كيعطي كي واحد المذاق رائع رائع جدا لهذا العصير كتاخذوا لي هذه العلبه هذه وكتوضعوها كما قلت لكم كيعطي كي اللون وكيعطي المذاق خطير صراحه وما كنضيعوش في هذه البطيخه اللي كتخرج باسله كيجي كي واحد العصير اللي منعش لذيذ غير جربوه على حسابي غادي ينال اعجابكم بزاف ان شاء الله الا جربته من بعد كيف ما لاحظتوا معايا كنوضع داك العلبه ديال اللي رايبي جميله وكنوضع تقريبا واحد نص لتر ديال الماء صافي كنحل العصيره ديالي مزيان حتى كيصبح كي لنا بهذا الشكل هذا وكنقدموه بحال هكا في كويسات فكيجي خاتر كما قلت لكم طافي بحال كتخلي واحد حتى كيبرد عاد كتقدموه فكيجي خاتر لذيذ غير جربوه على حسابي نال ان شاء الله الا جربتوه فريمون صراحه كيجي لذيذ بزاف شوفوا معايا القوام ديالو عاد صراحه الكاميرا او الاضاءه صراحه شويه ناقصه فوالله الصور او الكاميرا ما عطياش حقه ماشي كيف الواقع كيجي فيه واحد اللون جميل جدا خاتر والمذاق واعر واعر بزاف ننصحكم انكم تشربوه اخواتي وتردوا عليا في لي نتمنى الفيديو يعجبكم نتمنى الى عجبكم تبارطاجوه مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا. فضلا وليس امرا وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديده ان شاء الله